أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة صاحبة إرادة حقيقية ونموذج جميل للمرأة القوية اللي بتواجه الإعاقة بكل شجاعة رغم آلامها ومعاناتها. صديقتنا الجميلة بسبب حادث تعرضت لي فقدت ساقيها الاتنين بالكامل، ورغم إعاقتها تتمتع صديقتنا الجميلة بقدر كبير من الجمال والذكاء وقوة الإرادة اللي بيهم بتتحدى الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل بتواجه الحياة بتحدياتها وصعوباتها بإعاقتها بإرادة قوية وإصرار على النجاح. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء.